أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا انقضت الدورة الشهرية فهل على المرأة أن تقضي الصلوات التي فاتتها ولم تصليها أثناء الدورة الشهرية؟ هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب باطل، ولا ليس على الحائض قضاء الصلاة، وإنما عليها قضاء الصيام فقط. وسألت امرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن هذا من أسئلتهم. قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة مسألة اتباع للدليل والحكمة، والله أعلم. أن الصلاة لما كانت تتكرر اليوم والليلة 5 مرات فإنه يصعب على المرأة قضاؤها بعد فترة الحيض، لذلك خفف الله عنها. وأما الصيام فإنه لا يتكرر ولا يشق على الحائض أن تقضي الصيام، لذلك أوجب الله عليها القضاء. نعم.